الورشوب انه جبرني انه خصص هاي الوقت انا انه حياتي ما بخصصه انه اعمل نهار او ثلاث ساعات اشتغل فيه مع حالي اي شيء مانوال يعني. بالنسبه لي كان كله شيء جديد لانه انا اساسا من دومين كليا مختلف. انا اليوم كثير كثير انبسطت من الورشوب وبتمنى لكل الاوقات اللي ما كانوا